بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. استكمالا لموضوعنا وقفة مع النفس وشأن الصلاة، وخاصة ما تطرقنا ليه في الحلقة السابقة من مفاهيم للواجب والركن والسنن في الصلاة، فنتناول في هذه الحلقة توضيح لموضوع سنن الصلاة. البداية بنسأل ونحن نصلي، هل نحن ندرك ما هي أركان الصلاة وواجباتها وسننها؟ سنن الصلاة هي أعمال حرص على أدائها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والحرص عليها في الصلاة له ثواب، وإذا حدث سهو أو نسيان فلا تتطلب سجود السهو، وإنما يجبرها الاستغفار عقب الصلاة. أمثلة لأعمال سنن الصلاة نذكر منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. 2، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في القيام. 3، دعاء الاستفتاح والاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام. 4، قراءة شيء من القرآن بعد الفتحة، ما يتيسر من القرآن في الركعتين الأوليتين. 5، التأمين عند الانتهاء من قراءة الفتحة للإمام والمأموم، وقول آمين.